كثفة معمارية على أرض مصرية. إنها الأسمرة الثلاثة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مستكملا سلسلة إنجازاته في مختلف المجالات، والتي من بينها القضاء على ملف العشوائيات. فالأسمرة الثلاثة هو أحد أكبر مشاريع تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، والذي يوفر 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرض وتسعة أدوار متكررة لسكان المناطق العشوائية. وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و 176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، مجهزة بالكامل، مفروشة بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية مجانا بدون مقابل. وتسلم الوحدات المستحقين بنظام الإيجار التمليكي بإيجار رمزي. وتم تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال وأربعة حضانات على مساحة 460 متر لكل حضانة. يضم المشروع 4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسعى لألف سيارة، علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة. تبلغ تكلفة المشروع حوالي 2 مليار جنيه، منها 1.5 مليار من صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الإسكان، و500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100,000 نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاثة. وفي لفتة إنسانية، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته التفقدية بالمرحلة الثالثة بمشروع الأسمرات بمداعبة عدد من الأطفال بإحدى الحضانات. خير عليكم، ازيكم؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ رجينة. اسم جميل يا رجينة خالص. وانت اسمك ايه؟ سيف. سيف؟ انت ولد؟ ازيك يا سيف؟ افتح لي شعرك كده. وألقى أحد الأطفال أمامه قصيدة في حب الوطن. عشقين ترابك يا مصر وكل شيء فيك، مهما الغسيس يجرحك أو حتى يأذيك، هنعيش نبوس الأدب ونطوف حواليك. ده انت يا مصر الأمل، ضمانة بإيديك وشايلة كل العرب في القلب وعناك. وخلال الافتتاح وجه الرئيس السيسي العديد من الرسائل، من بينها: الأزمة بتاعت كورونا دي أزمة عالمية، مش على قد يعني حتى منطقة ولا دولة بعينها، لا ده كل العالم بيعاني منها. ويكفينا أقول لكم إن إحنا بنتكلم في إيقاف كامل تقريبا لنشاط السياحة في مصر، إن أي إجراء قاسي إحنا بنعمله بس الهدف منه مصلحة وطنية، مصلحة الناس، مصلحة الدولة إنها تقوم وتتقدم وإنها تستمر في تقدمها، يتم إلقاء الضوء على هذه المبررات اللي احنا بنتكلم عليها، سواء كان للسلع اللي هي ممكن تبقى متوفرها واتفقنا فيها مع الغرف التجارية على إن هي هذه السلع يتم تخفيضها بنسب زي ما قالوا متوسطها في 20%، أو بالنسبة لإحلال المركبات المتقدمة. احنا قلنا نتجاوز شوية ونخلينا نتكلم على طبقات، يعني في أول سلم الطبقة المتوسطة عنده عربية بقى لها 25 سنة بتكلفه مصاريف كتير سواء في إصلاحها أو في الوقود اللي موجود فيها، بنقول له هنقدر نساعدك، هنساعدك بأنك أنت تاخد قرض بأقل تكلفة ما أمكن، بس خلي بالك ياريت العربية ديت تكون مجهزة بالغاز، لأن ده بيوفر لك نصف تكاليف الوقود. كل مواطن في مصر هيطلب شقة هنديها له، بس انت كمان تجهز معانا انك انت تقدر، هنيسر لك ما أمكن، هنمول لك بتمويل منخفض التكلفة ما أمكن، هنحاول نساعدك لا قدر الله في أنك أنت تتحصل على حاجة أقل، مش أقلها. إحنا بنعمل نماذج، اللي أنتوا هتشوفوه النهاردة ده نماذج الدولة المصرية قالت على نفسها أنها لا تقوم بتنفيذ أي شيء إلا ما يكون بشكل يليق بمصر وبالمصريين. اللي بيعيش هنا
ابني وبنتي واخويا واهلي، اعمل لهم احلى حاجه في الدنيا بدل ما اقدر. بس احنا ايدينا مع بعضنا، ايدينا مع بعضنا. وبقول تاني، مفيش مواطن هيتقدم بان هو يقول انا عايز اخد وحده سكنيه الا حمان يسرها، بس انتوا كمان ساعدوا. يذكر أن حي الأسمرات 1 و2 تم تسكينه بالكامل بإجمالي 11,000 أسرة، جميعهم من المناطق العشوائية الخطرة مثل حي منشأة ناصر واسطبل عنتر ومثلث ماسبيرو وعدة مناطق مختلفة بالعاصمة. فمشروع الأسمرات يعتبر جزءا من برنامج ضخم وبرنامج شديد التميز بكل المقاييس.